المفكرون لا يتركون الباب مواربا، فهم لا يصلون إلى هذه المرحلة من النضج وامتلاك الرأي والرؤية إلا وهم مدركون أن على المثقف أن يكون أمينا فيما يشير، ذا رأي سديد لا يقبل الاحتمالات. وهكذا كان الدكتور رشيد من أولئك الرجال اللامعين الذين فرضوا أنفسهم كشخصيات ذات قيمة وفكر، فطلبهم وطنهم ليساهموا في نهضته بأفكارهم وأفعالهم، فأجابوا الدعوة بالعمل وراء الستار وأمامه. ولما وصل الدكتور إلى هذه المرحلة بدأت في حياته قصة أو قصص جديدة وكبيرة، كانت تحتاج منه إلى استجماع كل الشجاعة والإصرار الذي يمتلكه ليكمل طريقه الذي اختاره ليس لنفسه وإنما للوطن وأبنائه. في الجزء الثاني من مسيرة الدكتور رشيد ستروى قصة المسؤول للأكاديمي صاحب رؤية تطوير التعليم، وماذا واجه في رحلة التغيير من الجامعة إلى مجلس الشورى ثم إلى الوزارة.